بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي، برحب بكم مستر حامد البيومي من قناة روائع البيومي مع مراجعة مين الفصل السادس، آخر حصة وآخر درس للفصل السادس الفصل الأخير في منهج رياضيات الترم الأول، واللي بندرسه من كتاب الباهر الجميل. ويلا نشوف أول شريحة بتقول أكمل، وأول نقطة بيقول لي إذا كان 6 في 9 ب 54، جميل من جدول الضرب. طب 6 في 90، أقول له استنى استنى، دي زي دي بس زادت صفر، نحط الصفر، و 6 في 9 ب 54 يبقى 540. النقطة الثانية 6 في 4 ب 24، تمام. طب 6 في كام ب 2400؟ أقول له فهمتك، استنى استنى، ناخد على مقاسنا، ناخد على قدنا، هنعتبر دي 24، يبقى مين اللي متبقي؟ إلا 4. طب دي زادت صفرين، نحطهم جنبهم. طب عايز اتأكد، الصفرين هم، وستة في اربعة باربعة وعشرين. نيجي للنقطة التالتة، سبعة في تسعين، سبعة في كام في عشرة، عمل ايه يا ترى؟ السبعة دي هي السبعة دي، بس دي تسعين، انت كتبت عشرة، يقول لي تصرف، شغل مخك، يعني عشرة في كام بتسعين؟ اقول له فهمتك، عشرة في تسعة بتسعين. النقطة الرابعة، العدد عشرة زائد خمسة، اقول له طب ما تستنى ما نجمعهم، عشرة زائد خمسة خمستاشر، ماله من مضاعفات العدد ايه؟ يعني الخمستاشر تقبل على مين؟ اقول له ينفع ولدي يكتب على التلاتة وينفع ولدي يكتب على الخمسة. ليه؟ لان الخمستاشر بتقبل على التلاتة وعلى الخمسة، يبقى مضاعفات ليها. النقطة الخامسة، عشرة في ستة بستين، طب لو قلبناها اسمة، ستين على كم فيها العشرة؟ اقول له ستين على الستة هي اللي ناقصة، عشان ستة في عشرة بستين. رقم ستة، تمانية في كم طلعت صفر؟ طالما الإجابة طلعت صفر في عملية الضرب، يبقى اتعرضت لمين؟ اتعرضت لجزار الأعداد اللي هو الصفر. تمانية في صفر بصفر. رقم سبعة، ضعف العدد تسعة، كلمة ضعف يعني قده مرتين، يعني ناخد التسعة نضربها في اتنين، هو عايز يكمل بس، لكن لو عايز الإجابة قول له الإجابة 18، يبقى ضعف العدد نجيب قده مرتين، تسعة زائد تسعة أو تسعة في اتنين، والإجابة 18. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة، شكل المصفوفة 5 في 4 هي دي ولا دي ولا دي؟ اقول له ده كده 4 وكده 2، لا يا عم مش دي، ده كده 4 وكده 4، لا يا عم مش دي، ده كده 4 وكده 5، يبقى المصفوفة دي هي الإجابة الصحيحة، حتى عدد المربعات 5 في 4 ب 20، والتمييز وحدة مربعة. نيجي للنقطة الثانية، تعرف تجيب الناتج التقديري لجمع العددين؟ اقول له نقدر دي ونقدر دي، خلي بالك هنا تقدير وليس تقريب، يعني بنسيب الخانة الأخيرة ومكان الأحد والعشرات صفرين، وهنا نسيب الاتنين ومكان دي ودي نحط صفرين، اجمعهم يبقى 900، يبقى التقدير 900، ودي الإجابة الصحيحة. التالتة، حذر فذر، كمية المية في دلو كبير يمكن قياسها بإيه؟ أقول له شايف المتر دي؟ أقول له دي إجابة خاطئة، لأن دي بتقيس أطوال، لكن اللتر والملي لتر بيقيسوا حجوم وسعة. طب مين الأنسب للدلو الكبير؟ أقول له اللتر لكبر حجمه، يبقى الوحدة المناسبة اللتر.
سؤالي اللي بعده، أقرب تقدير لكمية دواء داخل حقنة، داخل حقنة 3 لتر؟ لا يا عم ده كتير قوي، 3 ملي ولا 30 ملي؟ إجابة سهلة وبسيطة للحقنة الصغيرة، وهسيبك انت تحل لوحدك واكتب لي الإجابة في التعليقات يا واد يا بركات. إذا علمت أن 600 ملي لتر ملت 6 أكواب، ال 600 ملوا 6 أكواب، يعني كأن الكوب الواحد بمية. طب 300 ملي ده نص الكمية، إذا كانت الكمية 600 ملت 6 أكواب، يبقى 300 نص الكمية. برافو عليك، تملى 3 أكواب، أو بلغة المفرد، المفرد بمية، يبقى 3 300. نمرة 6، العدد ده لما يتقرب ويبقى 700 لأقرب ايه؟ سامع ولد بيقول ده فيها صفرين، بدل فيها صفرين يبقى الأقرب 100، حتى الإجابة 100 كاملة. ودي كانت آخر شريحة في درسنا وحلقتنا مراجعة الفصل السادس مع مستر حامد البيومي من كتاب الباهر. يا رب يا ولادي الحلقة تكون عجبتكم. مراجعة الفصل السادس، شير في الخير، خلي الكل يستفيد، واللي ما اشتركش يتفضل يشترك ويفعل زر الجرس على قناة روائع البيومي.